بمناسبة عيد الرسل القديسين، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي، وذلك في كنيسة القديس جورجوس عنجرة. وفي عظة الإنجيل قال سيادته: إن اليوم هو يوم الكنيسة لنرفع صلواتنا إلى الرب الإله أن يبارك الكهنة في خدمة كنائسهم ورعاياهم، وأضاف: نصلي اليوم من أجل كل دعوة كهنوتية أو رهبانية للكنيسة من أبنائها المؤمنين الغيورين بكل تواضع ومحبة. عاون سيادته في الخدمة عدد من الكهنة والشمامسة بحضور جمع كبير من المؤمنين. نحن بدون المسيح ولا شيء، اليوم موجودين وبعد لحظة مش موجودين. عشان هيك قديش مهم نقدر نحيي التواضع، هذا التواضع اللي يخلينا نشوف سفوريتنا ونعي إن قديش محتاجين للمسيح، قديش محتاجين إن نحب بعضنا البعض حتى نتثبت في المسيح، لأنه كل ما أحبينا بعضنا البعض كل ما ازداد حبنا مع المسيح، وكل ما كرهنا أو حقدنا أو حطينا أفكار شريرة في قلبنا على أخونا الإنسان كل ما ابتعدنا عن المسيح. عشان هيك كل واحد فينا مسؤول عن موقف حياته، عن موقف فكره من القريب ومن ذاته ليكون ومن الله كمان. خلال خدمة الغروب التي ترأسها المطران خريستوفوروس في كنيسة دير القديس نكتاريوس الصوفية، صُيّر الأخ خليل فواض راهباً على اسم القديس أفثيميوس. وخلال الخدمة وجه سيادته الراهبة فواضلة بالثبات على الإيمان والرجاء، ودعاه أن يحفظ نفسه من العالم ومغرياته والسير على خطى الرهبان الممزوجة بالتواضع والصلاة، وأن يشكر الله دائما. عاون سيادته في الخدمة عدد من الكهنة والشمامسة بحضور ذوي الراهب الجديد وجمع من المؤمنين.